سبحان الله. طيب الجدي عايز ايه؟ الجدي عايز يحس بأمان اكتر في العلاقة، حاسس ان هو مش حاسس بأمان، مش حاسس براحة، مش مرتاح، في حاجة مقلقاه، نفسه يرتاح، في حاجة مسبباله ارهاق شديد، عايز يرتاح، عايز ياخد بريك. شايف شريكه ازاي؟ شايفه في حد تاني في حياته، بيفكر في حد تاني، او ممكن يكون شايفه بيحتفل بحاجة، ان هو شخص فرفوش مثلا، بيحب يضحك، بيحب يهزر، فدي صورة كويسة. بس يعني تسلسل الكروت، حالة التعب اللي فيها الجدي دي، انا محسساني ان هو شايف شريكه انه في بيفكر في حد تاني، او في حد في حياته تاني. بس ممكن يكون شايفه بيحتفل، شخص بيحب الاحتفال، بيحب يضحك، بيحب طاقته إيجابية يعني. الطاقة ما بينكم غنية، طاقة غنية جدا. الـ Nine of Pentacles دي طاقة فيها عطاء كتير جدا، ومليانة حاجات، فيها مشاعر وحب وتقدير واحترام، حاجات كتير، rich rich relationship، حاجة حلوة قوي. شريكك بيكابر، يعني هو في حاجة بيعملها وعمال يكابر، عايز يبين ان هو كويس قوي وتمام، وهو مش تمام، يعني هو مش كويس، هو يعني زي ما تقوله هو عارف انه غلطان بس بيكابر. عايز يشتغل على نفسه، هو عايز يشتغل على نفسه، عايز يصلح، عايز، بس هو تقريبا محتاج زقة، عايز زقة. شايفك ازاي؟ شايفك واخد جنب يا جدي، منزوي، منسحب، يعني عملت عملية انسحاب، قلت خلاص بقى ايه، انا مش هتعب نفسي اكتر في الموضوع ده، زي ما تقول ايه، فقدت الامل، وحابب تفكر لوحدك وايه وتشتغل لوحدك. دلوقتي في مرحلة قرارات عمالة بتتحط، انا هعمل، انا هسوي، انا قررت، انا عايز، انا عايزة. في شوية المرحلة اللي بعدها هيبقى في زي دفاع عن النفس، افتكر ده شريكك يا جدي لسه عمال يكابر، لا مش ذنبي، لا مش انا، في حالة دفاع عن النفس، شكلك هتصدقه يا جدي. في ولادة مشاعر جديدة، والناس المتزوجين ممكن يكون مولود جديد حتى كمان، في حاجة حلوة جدا جاية قريب يا جدي. العلاقة، الطاقة زي ما قلت لكم، الطاقة غنية بينكم، الطاقة حلوة. شريكك عارف ان هو محتاج يشتغل على نفسه، ودي حاجة كويسة جدا منه، الاعتراف بالحق فضيلة، يعني هو عارف ان هو فيها جوانب محتاج يشتغل عليها. حالة الانسحاب اللي انت فيها دي انا مقدرة، لان واضح ان انت مرهق فعلا جدا يا جدي، ومحتاج لراحة، فانت قررت الانسحاب مش الانفصال، في فرق شاسع بين الاثنين. قررت الانسحاب اللي هو مش هحارب، مش هحاول اثبت وجهة نظري، مش هحاول افهمه، مش هحاول اقربه مني، منسحب، واخد جنبه وقاعد، بس مفيش انفصال. الناس اللي سألوا في انفصال، لا مفيش انفصال، بالعكس ان شاء الله النهاية حلوة جدا، والعبرة بالنهايات. القراية برضو حلوة للمجموعة التانية، الحالة العاطفية. الكارت ده زي ما قلت لكم مش عايزة حد يخاف، انا ما كنتش بقوله في اول ما ابتديت اللايفز، ما كنتش برضه اقوله علشان ما حدش يقلق، بس اكتشفت انه ما فيش حاجه بتستخبى، يعني ده الكارت ده بتاع العلاقه الثلاثيه، يعني في طرف بيحصل منه خيانه. اللي شك او اللي شاكك في الموضوع ده دلوقتي، يعني ممكن تسمعوا للكارت ده او تاخدوا المعنى ده من الكارت. الناس اللي الامور عندها ما فيش عندها الموضوع ده، مش في خيالهم اصلا، ومش موجود، مش مطروح، يعني ارجوكم تجاهلوه تماما، ده بيبقى معناه حاجه تانية، معناه احتفال. بس عايز اعمل لها بين الجمله دي، عايز اعمل لها بين، علشان في ناس بلاقيهم، طب انت حبيبتي انت شاكه فيه، لا بيعمل حاجه، لا طب انت ليه قلتي كده، طب ما هو ليه معنى تاني، ممكن يكون بتحتفلوا بحاجه. حاله الشك بس هي اللي تخليكوا تبصوا للكارت ده، ان تخليكوا تنور لكم النور، ممكن احتمال، لو اوريدي ماسكين حاجات، لو اوريدي اتليست عندكم احساس حتى، فاهمين قصدي؟ بص على الكومنتس بس شويه، العقرب حظه جميل زي القمر، الكلام ده صحيح.
محمد انا مش فاكر. اه العقرب فعلا حظه حلو جدا، انا بشوف كده يعني فعلا. تمام يا علا. اتفرج يعني، ما كنتش عارفه زمان بس كتير. بشكرك جدا، انا ملحقتش اشوف الاسم بس بشكرك جدا على التعليق الحلو ده. محتاجه اقوم اتبعد عنه. الامهات يا جماعه، والله العظيم الامهات. طيب بشكرك يا شيمو جدا، بشكرك يا حبيبتي قوي. طيب يعني رساله هوجهها للحموات، لو في حموات بيتفرجوا معانا، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. بلاش 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 تسعوا في حاجه تاذي ولادكم، يعني بلاش. حاولوا تقربوا بينهم. ايه والله الدنيا ما ناقصه، يعني هو الواحد اصلا اعباء الجواز والعلاقه نفسها اصلا مثقلاهم، فما تزودوهمش، بالعكس. يعني مرات ابنك اعتبريها بنتك، ومرات جوز بنتك زي ابنك، حاولوا تخلوا العلاقه كده. يعني مش محتاجه افكركم يا جماعه، احنا مش عايشين على طول. خلي الذكرى حلوه، يعني خلي دايما الذكرى حلوه. الله يرحمها، الله يرحمه، كان راجل حقاني، كانت ست حقانيه، كانت ست جدعه، كانت دايما واقفه معايا، الكلام الحلو ده. خفوا شويه على ازواج ولادكم وحاولوا تدعموهم على قد ما ربنا يقدركم. بليز لو في حموات سامعين، بليز. طيب دلوقتي هنبتدي المجموعة الثالثة، برج الجدي. جدي مع جدي، ايه العناد؟ يا نهار عناد يا جماعة، الصفة دي صعبة جدا، صفة العناد دي فظيعة. هخش حالا يا منى. ميرسي يا صفاء. طيب الجوزاء، حاضر يا لوشي، هقوله حبيبتي. وميرسي على الشير يا روح قلبي، تسلمين. شير المنورة فوقيكي. ميرسي. انا ما خلصش لسه، يعني ما تحسش بتريح بقى كده. انا عملت حلو قوي كده وتريح. لا، اللي انت الاساس اللي انت حاطه ده عايز شغل. وقيس بقى على كده، هو مش لازم يكون بيزنس على فكرة، ممكن يكون مشروع حساسان، ممكن يكون مشروع انك تتعلم حاجة جديدة، انك تدخل علاقة جديدة، انك اي حاجة، مش شرط يكون بيزنس، مش شرط يكون عمل يعني اقتصاد. فهو انت حطيت اساس لحاجة، قررت مثلا انت هتقرب من ربنا، عايز تلتزم في الصلاة، عايز تصوم اثنين وخميس مثلا، حطيت اساس، حطيت قرار، حطيت حاجة، بس لسه عايزة شغل. فايه كمل. في احتفال، انا شايفة احتفال فور اوف وانس، ده احتفال. ممكن تكون انت شايف ان انت محتاج اجازة، محتاج بريك، فهتروح تكافئ نفسك بقى في اجازة كده، تروح تغير جو. او ممكن يكون خطوبة للناس اللي مستنيين خطوبة، اللي خلاص على وشك يتموا خطوبتهم بإذن الله. خطوبة هتتم وحاجة حلوة قوي بإذن الله. طيب في كارت الموت، وبرضو مش هاكسكلود كلمة زي دي، وخلاص هبتدي بقى اقول بالمفتوح. يعني الموت ده موت كل اي حاجة، يعني مش بقول لكم بلاش تخافوا، لا. موت ممكن يكون موت شخص، ممكن يكون موت احساس، ممكن يكون موت لحاجة، في موت لشيء، بس الفكرة انه بيحل محله حاجة تانية. ان شاء الله تكون حاجة كويسة، والحاجة اللي تموت دي تكون حاجة مش كويسة ان شاء الله، بس في عملية تحول هتحصل. في عارفين خبر جامد، او مش خبر جامد بس اللي هو تحول، عارفين الدنيا لما تلف كده، لفة كده، هتاخد لفة كده، لفة سريعة. في هنا حالة هروب، الجدي هيكون في حالة هروب، افتكر ده من تأثير التحول ده. مش عايز يواجه حد، حابب يبعد شوية، وحابب يكون مع نفسه. طيب Page of Cups، مشاعر جديدة، الناس اللي مش مرتبطة في مشاعر جديدة، شخص جديد خالص. اوكي، اللي مش مرتبطين، نفس الكات ده ظهر في المجموعة الأولى. انتوا لو مرتبطين فبرضو مشاعر جديدة بتحسوها تجاه بعض، كلام كويس جدا. برضو في توازن،
اما في حالتك العاطفيه او في حالتك المزاجيه، في حاله توازن، وانت فعلا يا جدي متزن، في عصبيه شويه، عصبي شويه، انما برضو عصبيتك يعني منطقيه، مش بتتعصب بتهور يعني، فانت في حاله توازن كويس. طاقه ايجابيه، انا بحس انه temperance ده حاجه يعني طاقته حلوه جدا. المنظر من حواليك، الطاقة من حواليك كويسة، مش حاسس بحاجة وحشة يعني. طيب، في ده كارت الخسارة، في خسارة ما هتقع. الخسارة دي معرفش، يمكن يكون الشخص الجديد ده، لأن أنا ما بنليش بعد كده نوايا إيه، وبنلي ده كمان حزن، ألم، في حاجة مش كويسة. طيب، مش عايزه اخوفكم، بس اللي سنجل دلوقتي وفي حد داخل عليه جديد يعني بيطلب يرتبط بيه، مش هقول لك طبعا لا طبعا، شوف جرب، بس عايزاكم تكونوا حذرين جدا، وما تدوش مشاعر عشان بس شويه الحاجات دي، عشان الخساره دي، عشان ما تحسش ان انت خسرت لو الموضوع ما كملش، انت تفضل في حاله الاتزان بتاعتك، الاتزان بتاعك ما يبصش. خلي قلبك في ايدك وقلبك في ايدك، اهلا وسهلا، وتشوفوا بعض وتتعرفوا كل حاجه، بس قلبكوا في ايديكوا، عشان انا خايفه من الكارت ده. كويس. بالنسبه بقى لموضوع التحول او الحاجه اللي بتتغير جامد في حياتكو دي، ان شاء الله هيكون الامباكت بتاعها او تاثيرها عليك حلو، في طاقه جديده هتجيلك، طاقه انتصار، طاقة قوة، قوة اللي هو أنا مفيش حاجة بتكسرني، يعني الدنيا كده تتشقلب تتغير زي ما هي عايزة، أنا ما بتغيرش، أنا ما بتكسرش، ده السيف، ده ايس اوف سوردز، ده أنا شخص ما بتكسرش. وقيس على كده بقى كل اللي احنا سمعناه ده، الخسارة دي لا ما بتكسرش، بتتعوض إن شاء الله. في زعل، شوية زعل من الشخص من الحبيب ده عادي، ولا يهمني على فكرة، أنا ما بتكسرش. يعني خليك من الآخر كده جامد، خليك جامد أو خليكي جامدة، دي الطاقة اللي أنت فيها دلوقتي، الحمد لله جاية في وقتها، لو الحاجات دي فعلا صح فهي جاية في وقتها. طيب، هلخص القراية بسرعة، في هنا أساس لحاجة أنت حاططها يا جدي، كمل، لسه عايزة شغل، في احتفال، الناس اللي في حالة مستنيين خطوبة، إن شاء الله الخطوبة دي بتتم على خير، أو الناس المرتبطين، فيمكن يكون أجازة أو احتفال بشيء، في عملية تحول هتحصل، موت لشيء ويحل محله شيء تاني، هروب أفتكر هيحصل بعد المرحلة دي من التحول ده، هتبقى محتاج تهرب، مش عايز تواجه، في شخص جديد هيحاول يقرب منك. للناس السنجل، الناس اللي مرتبطين فهم برضو حاسين بمشاعر جديدة نحو شريكهم، انت في حالة توازن عاطفي وذهني ومزاجي، وحاجة حلوة جدا يا جدي، انجوي. بس هنا زي ما قلنا في طاقة جديدة انت داخل عليها، طاقة انتصار وطاقة قوة، قوة غير طبيعية، وهنا برضو الكارت ده اتكرر برضو في المجموعة الأولى، في حالة مصابرة، انت شغال على حاجة عايز تكملها، وده بليز اللي تركز عليه دلوقتي، يعني سيبك بقى لو الخسارة هتقع ان شاء الله تيجي في حاجة تافهة يعني وتروح لحالها، خليك انت زي ما انت كده الفارس، شايفين راكب حصانه ازاي متحصن وجاهز للقتال، ما عندوش مشاكل خالص. زي ما قلنا الشخص الجديد، لو في حد جديد فعلا هيتقرب منك يا جدي، خد حذرك، دي قراءة المجموعة الثالثة لبرج الجدي. منا أنا مش متابعة الأخبار، فيعني قولي لي إيه أخبار القراية معاكي الشهر ده؟ الدلو موجود يا حياة في الصفحة، الجوزاء قريب جدا يا ليث، حاضر، التور متقال يا كنزة، موجود في الصفحة مسجل، فاكريني، شوفي برج الجدي حبيبي، مصباح خليفة، انت مش عامل منشن، انت كاتب الاسم بس انا مش شايفة منشن، كده مش هتيجي، بعت لها مسج. طيب، كلام كله لغاية دلوقتي صح، ميرسي يا سما، بشكرك حبيبتي. لا لا لا، بصي يا انا نرمو، هو مش وجع حبيبتي، لا بالعكس، انا عمالة اقول لك قوة وطاقة وحاجات حلوة جدا.
في عملية تحول، بقول لك في حاجة هتتغير، في حاجة هتتغير. وزي ما قلت في خطوبة للناس اللي لسه يعني داخلين على خطوبة، وفي احتفال وحاجات حلوة. يعني مستحيل تبقى القراءة كلها حلوة، يعني لازم هيبقى في شوية حاجات كده مش ظريفة. محدش يخاف بليز يا جماعة، يعني اعتبروا ان الموضوع لعبة بليز، محدش ياخد الموضوع بجد. اوكي، لا يا صفية بليز محدش يخاف. خفتوا من ايه بس؟ انا مش فاهمة انتوا خفتوا من ايه. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. احنا يعني نتوقع دايما الخير، وان شاء الله ربنا يبعت الخير، ما تقلقوش من حاجه. طب يعني بعد كده ما اقولش الكروت الوحشه، ما اقولهاش، اسكت؟ يعني ده اللي انتوا عايزين يعملوا، اسكت؟ اتفضلوا. كل الناس خافت اهي. بشكرك يا محمد. طب خلاص مش هقول لكم الحاجات الوحشه تاني. بشكرك يا عبد القادر جدا. تيجي نتجوز؟ لا. طب بان هنا لعبد القادر، تعالى لك. ستقطيع القلب وصار لحد جديد. يا لهوي، اولاني مش عارفه اقول لك ايه يا منال. طب يعني مش ناخد حذرنا؟ طيب مش ناخد حذرنا احسن؟ طيب منا هشوفها بعد اللايف يا روحي. طيب خلينا نشوف المجموعه الثالثه، واكتبوا لي بقى عايزين يقول الكروت الوحشه ولا لا، عشان مش عايزه حد يخاف وحد يزعل. بليز يعني نعمل فوتنج كده، وبليز الادمنز اللي موجودين راشد واحمد قولوا لي كده شايفين ايه. لو عايزيني ما اقولش الكروت الوحشه مش هقول. يا نغم ميرسي حبيبتي. حاضر. لا يا أميرة طبعا مش هقول هيموت الكلام ده يا بنتي. موت للشيء شيء، يعني ممكن نفقد حد، ممكن يعني إحساس جوانا يموت. الموت ده ليه أشكال كتير جدا، بس هيحل محله شيء تاني. مش موتكم انتوا طبعا، يا ريتني ما قلت. تعالوا تعالوا نشوف الحالة العاطفية. طيب الجدي عايز ايه؟ الجدي متألم يا جماعة، واللي انا حاساه من طاقة الكروت ان شريك الجدي يعني مش شخص، ما عندوش عاطفي، مش شخص عاطفي، اوكي، شخص جدي، شخص عملي، هو كده، ما عندوش دلع، ما عندوش الحاجات دي. فالموضوع ده مؤثر على الجدي شويه، نفسه في النهايه يتألم، متألم من الموضوع ده، ونفسه الألم ده ينتهي، نفسه في طاقه جديده. يعني تقريبا الموضوع ده خلص طاقته، مش حاسس بمشاعر، مش حاسس باهتمام، شيء من هذا القبيل. شايف شريكه ازاي؟ شايفه اما ان هو عنده سر، او ان هو شخص متدين جدا. كويس. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يتدين اكتر، واضح ان هو متدين فعلا، عايز يتدين اكتر، عايز يقرب من ربنا اكتر، ويقوم بعباداته اكتر واكتر. نفسه في ايه؟ شكله مستني فلوس او مكافأة. اقول اوكي، مستني فلوس من حد، مستني مكافأة ما. هو واضح ان هو فعلا تفكيره كله دين مادة، يعني اوكي دي الحالة بتاعت شريك فعلا. بس هو شايفك ازاي بقى؟ شايفك عشرة طويلة قوي، حد قريب منه جدا ويعرفه من زمان، وما بيشوفش منك غير كل خير. الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا، هي طاقة جامدة. واضح ان الشريك شخص يعني مش مرن، مش شخص عاطفي، مش رومانسي، عملي اكتر، شخص عملي اكتر. طيب الفترة دي في شوية اضطرابات نفسية، على اضطرابات ذهنية، النوم مش حلو، بس
في حاجة هتحصل، يعني الكارت ده للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز، ده اتمام زواج. الناس متجوزين ده حمل، اوكي، اللي لده ولا ده، ويعني عندهم ولاد وخلاص مش هيجيبوا ولاد تاني، فلا في ارتباط قوي. انتوا حبكم يمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجد بيتمناه، او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعاملها، لكن حبكم غير مشروط. يعني مش لازم يعمل لي كذا عشان احبه، فاهمين قصدي؟ ايا كان شكلك، ايا كان طبعك، فشريكك بيحبك، فده حب غير مشروط، حاجة حلوة جدا. بس انا عايزة جدي او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه، هذا البورصة ده او الكائن السحلية الصغيرة دي، ده شخص قريب منك وبينصحك نصائح هدامة هدامة، واحنا عارفين طبعا النصايح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي. هو بيعاملك كده ليه؟ هو بيعمل كده ليه؟ هو ليه مش بيعمل لك كذا؟ هي ازاي ما بتعملكش كذا؟ الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده. فانتبهوا للشخص اللي جنبكم ده، اللي عامل ايه؟ عمال يزن فوق.